هذا وعقد مجلس جامعات الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية دورة غير عادية اليوم بالقاهرة، وذلك للنظر في التطورات الناجمة عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. وناقش الاجتماع الذي دعت إليه كل من فلسطين والأردن التحركات العربية الممكنة تجاه هذا التغير في الموقف الأمريكي وتأثيراته على الأزمة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الخطوات الممكن اتخاذها للرد على هذا القرار. وفي ختام الاجتماع أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الجامعة العربية لا تعترف بإعلان ترامب وتعتبره لاغيا قانونيا. هناك بعض الحقائق لا بد من التذكير بها. أولا، دولة فلسطين ترفض هذا القرار الذي صدر عن الرئيس ترامب جملة وتفصيلا، ولا تتعامل معه ولن تتعامل معه كونه غير موجود. ثلاثة، دولة فلسطين أن قرار رئيس ترامب هو قرار غير شرعي وغير قانوني، وهو باطل قانونيا وسياسيا، ويعكس انسلاخ وتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن منظومة القانون الدولي.